أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائلة تقول: امرأة أعطت عني عقيقة ولدي لأنها مقتدرة وأنا لست مقتدر، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أنه لا بد أن أرد لها المال على أنه دين لها في ذمتي؟ نعم. يقول: امرأتي أو امرأة أعطت عني عقيقة ولدي لأنها مقتدرة وأنا لست مقتدر، فهل تجزئ هذه كعقيقة أم أنها لا بد أم أنه لا بد أن أرد لها المال على أنه دين لها في ذمتي؟ لا، هذا طيب. إذا أنه عقت عن ولدك، حتى ولو أنك غني، إذا عق أحد عن ولدك بإذنك، عق عنه بإذنك وأجزت هذا، فلا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذه من العبادات التي تدخلها النيابة، عبادة مالية تدخلها النيابة. فإذا ناب عنك أحد وتحملها وأذنت له بذلك وذبحت العقيقة على الوجه الشرعي فإنها تجزي. هذا طيب. نعم.